بعدين لما بتجي لهم مشان تحكي لي كيف ضحكت عليك وحده مره مشان تتجوزها وتبقى معها، معناتها اي وحده تانية بتحط عينها عليك وبسهوله بتضحك عليك وبتاخدك. بعدين خلص انا وعبد الحميد تجوزنا، وانا زواجي حقيقي مو كذبه مثل زواجك. تجوزتي هاد؟ معقول انت وعبد الحميد؟ والله ما عم افهم. ما في شيء ما بينفهم اياس. اليوم الصبح كتبنا كتابنا. رانيا انت؟ انت ليش تجوزتي عبد الحميد ومن دون اي سبب؟ لحتى ما اتجوزه وبعدين فهمني انت شو دخلك؟ معناتها انت كنت عم تضحك علي واستغليتي قصتي. اهدى 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 اياس، شو صار لك؟ ايش هيك عم تساوي؟ اياس لك اسألك، بدي موتك فيك. لا خليني امسكها، بدي موتك. لك تركيدي، روح من هون، عجلنا يعني البنت بقى. روح انت، لا تتدخل بهالشيء، مو على كيفك، لانه رانيا صارت مرتي هلا وبدي اتدخل غصب عنك لما بدها اياها. عبد الحميد خلص بكفي، اتركه ان شاء الله. خلص خلص انتهت الشغله، انتهت. اياس اياس اهدى شوي، اهدى ولا تعمل شيء تندم عليه بعدين. خلص خلص بقى بكفي، حاجة تتقاوى على البنت وتضايق، او كانه انت ما خبصت ولا غلطت بحقها. اطلع من حياتها بقى، اطلع من حياتها. خلص رح اطلع من اليوم، رانيا انتهت بالنسبه لإلي. لا اياس اياس، شو عم تعمل انت؟ شو عم تعمل اياس؟ تريك يلا، شو عم تعمل بعدي؟ يا الله يا الله، شو عم تعمل لك انت؟ جنيت بعدي عم اياس. يا الله طول بالك، انا مستحيل اخلي هالطول على ابني. عم تفهمي؟ اتركه. عبد الحميد بترجاك لا تتدخل، خلص بقى. عبد الحميد وقف وقف، بترجاك انت لا تتدخل بهالشغله. يا ربي بترجاك اياس. اياس شوف، اياس اطلع فيه، اسمعني شوي، هو هلا كتير خايف، حرام. اعطيني اياه لهدي، يلا اعطيني اياه، انا اصلا رح اخذ لك اياه بعدين مشان الله. اعطيني اياه، الله يوفقك يا اياس، هو هلا لازم يضل معي. اعطيني اياه يلا اياس، هاتو اياس مشان الله. اياس لا تعمل شي بتندم عليه بعدين، اذا انت بتحب ابنك بتخليها عايش عندي. هاتو هاتو، بترجاك هاتو. خلص ماما، خلص خلص يا عمري، خلص خلص يا روحي، حاجة تبكي، خلص حبيبي، خلص. انت معي هلا، لا تخاف. يلا رد بقى. اي بلا ما ترد، على اساس انا كتير مشتاق اسمع صوتك يا اياس افندي. مثل ما بدك. الو عمر؟ الو سونيا، اسمعيني منيح، صار حادث مع إيلين. شو؟ شو عم تقول عمر؟ إيلين وضعها خطير؟ انتو وينكن هلا؟ على انه مستشفى. طيب انا رح اهتم بالموضوع، بس انت اوعك تترك عمر. شو صاير معي يا انسي سونيا؟ من شوي عملت حادث بالموتوسيكل، وهلا هي بسيارة الاسعاف. عم يقول السيد عمر انه وضعها خطير. سالي فورا اتصلي بالدكتور محمود وفهمي الوضع منيح، خلي يشوف الجراحين المناسبين ويحكوا معهم، وبعدين احجزي لهم باول طياره جاي لهون. خدي بنتي، شربي هالكاسه يلا لشوف.
بنتي خلينا ناخد حمودة لإياس، يعني الخبر اللي سمعه صدمه كتير، وجود ابن جنبه رح يخفف عنه. خلينا نعمل اللي عنده، وبكرة الصبح بتروحي بتجيبي، وهيك بيرتاح وبتهدأ أعصابه، يعني مشان ما يصير في عداوة وحقد، ومشان ما يفكر إنه فقد ابنه. ها؟ عبد الحميد، أنت وصلنا لعنده، منعطيها من الباب ومنرجع. شو بنتي؟ صح، إياس كتير عصب وانزعج، هو فكر إنه خسر حمودة. رح أعمل اللي قلتي لي. كتير منيح، يلا يلا بسرعة دبوا الغراض، خلونا نروح. طمني كيف صار الدكتور؟ هلا بكير كتير نحكي بهيك شيء. المريضة ما لها بوعيها، وفي بجسمها أكتر من كسر، وللأسف بالطريق فادت دم كتير، وهلا عم يعملوا لها شوية تحاليل، وبصراحة في احتمال كبير يكون عندها نزيف داخلي بالدماغ. نحن بالأول بدنا نخلي وضع المريضة يستقر، وهيك منقدر نعمل لها فحص دقيق أكتر. طيب اسمع، مدام إلين سيدة أعمال مهمة كتير، يعني إذا بتريد أعمل كل اللي بيطلع بإيدك. لا تأكل هم أبدا. ألو جميل، اسمع لقلك، شو ما بدك تعمل عمل بس جيب إياس على المشفى، ماشي؟ فورا، لأنه حضرته ما عم برد على موبايله. إلين عملت حادث على الموتوسيكل، وضعها كتير سيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. عثمان حبيبي، أنا بعرفك رجال عائل وذكي كتير، أنت لهلأ ما فهمت؟ أنا كل شي عملته لحد اليوم مشان خليك تغار علي وتطلق مرتك. يعني حضرتك عم تدلل علي؟ هلأ زواجك من أفندي طاهر وتخبيصك مع السيد عمر كله مشان تخليني غار يا عائشة وطلق مرتي؟ داري قديش أنا واحد مهم وماني عارفان. عفواً، لازم تعرفي قديش أنت واحدة مخلصة لألي. اتجوزتي واحد ما بتحبيه وطلعتي مع غيره بس مشان تخليني غار، ما هيك؟ ليش عملتي كل هالشي يا عائشة؟ والله ما كان في داعي. خلصنا يلا، صار الليل هون بدك تنيمني يعني؟ شو مخطيت؟ يا ربي، أمي 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 خلصيني لشوف شو بدنا نسوي. أمي عائشة، إيمان وحدة عدوانية وقوية كتير، يعني تاني مرة ما تحكي قدامها حكي طالع نازل وما له طعمة. شوفي أنا ماني مسؤول عن حمايتك، وهي عم قلك ياها بوشك. ها؟ عم قلك نحن واقعين بمصيبة وأنت ما عم تفهمي. لوين بدنا نروح؟ على جهنم. ماشي؟ خلينا نروح هلا بلا ما نتأخر. يلا يلا. وينك يا ابني؟ نعم معلم. أنت سكر المحل. حاضر معلم عثمان. تصبح على خير وانتي بخير. باي.